بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أعزائي طلبة الميكانيك الكمية 2 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخذنا في الدرس السابق الفاين ستراكشر للهيدروجين أتوم ورأينا بأن التعديل للطاقة أثبت لنا بأن الطاقة طاقة ذرة طاقة ذرة الهيدروجين أو طاقة الإلكترون في ذرة الهيدروجين لا يعتمد على البرنسبل نمبر فقط لكن إذا أخذنا التركيب الدقيق سنجد بأنه طاقة ذلك الإلكترون تعتمد على principle number n تعتمد على total angular momentum j وتعتمد أيضا على L بشكل ضمني على L اللي هو orbital angular momentum لأنه يساعد في أو يدخل في حساب j يدخل في حساب الجي طيب الأس لماذا لا تدخل؟ الأس لا تدخل لأنها مقدار ثابت وتساوي نصف نصف قيمتها تساوي نصف مقدارا ثابتا للالكترون الجي متغيره فكلما تغير فاذا تغيرت ال تغيرت الجي فلذلك تعتمد اعتمادا ضمنيا عليه الان يا جماعه اذا اخذنا ذرة ليس شرطا ان تكون ذره الهيدروجين لكن بالنهايه نحن سندرس مثال ذره الهيدروجين اذا وضعنا ذره داخل مجال مغناطيسي خارجي خارج ليس من انتاج الذره وانما خارج قد يكون من ذرات مجاوره، قد يكون مجالا مغناطيسيا من جهاز يعطي مجالا مغناطيسيا بدي اسميه بي اكستيرنال، وهذا الماجنتيك فيلد يونيفورم منتظم، فسنلاحظ بانه الانرجي ليفلز مستويات الطاقه في هذه الذره للالكترونات سوف تزاح من مكانها will be shifted will be shifted. هذه الظاهرة تسمى ظاهرة زيمن. هذه الظاهرة تسمى ظاهرة زيمن وقد درسها العالم زيمن وسندرس اليوم بعض حيثياته. فإذا درسنا هو عبارة عن الزيمن افكت. زيمن افكت. الآن في الزيمن افكت في الزيمن افكت, when an atom is placed in a uniform external magnetic field be external the energy levels are shifted. هذه الظاهرة this phenomena is known as Zeeman effect Zeeman الآن for single electron the perturbation لو افترضنا انه عندنا بدنا نعالج الكترون طبعا عادة نحن نعالج الكترون الكترون لا نستطيع ان نعالج الالكترون جميعها مرة واحدة نعالج الكترون الكترون فلذلك قلت لكم انه رايحين نضرب عليها مثال ذرة الهيدروجين لانه في الكترون وحيد فاذا وضع وضع او اذا اذا تعاملنا مع الكترون واحد فان فان هذا الماجنتيك فيلد سيتفاعل مع هذا الالكترون ليس بسبب حركته ولكن بسبب امتلاكه زخما مغناطيسيا، هذا الزخم المغناطيسي من ناشئ يا جماعه؟ ناشئ عن الاتس intrinsic angular <مومنتوم> momentum and <مومنتوم> orbital angular momentum ناشئ عن spin وناشئ عن الزخم الزاوي المداري فلذلك سيكون هنالك تفاعل ما بين المجال المغناطيسي الخارجي والماجنتيك dipole moment لهذا الالكترون فالمجنتيك دايبول مومنت لهذا الالكترون اللي هي عباره عن ميو ال زائد ميو اس ال اللي هي orbital angular momentum والاس اللي هي spin ناشئ عن spin ضربا نقطيا مع البي اكستيرنال طبعا والاشاره سالب، هذا التفاعل منين جبناه؟ جبناه من ماده الكهرومغناطيسيه، الان هذا التفاعل راح يكون على شكل بيرتربيشن، راح يكون على شكل بيرتربيشن، هذا البيرتربيشن بدي اسميه اتش زي نسبه الى زيمن اتش برايم زي. الان يا جماعه اخذنا سابقا انه الميو اس او اثبتنا سابقا انه الميو اس تساوي ناقص جي أو جي إي على أم في أس الجي اللي هي عبارة عن الجي فاكتور uh, على اثنين أم طبعا وهذه الجي فاكتور uh, تساوي اثنين فلذلك هنا أصبحت المعادلة ناقص إي e على أم ناقص إي e على أم في أس uh, لاحظوا الميو أل هي عبارة عن جي أل في إي e على اثنين أم هنا uh, في عنا ناقص خطا طباعي اللي هي عباره عن اثنين انا رايح اعدلها على البي دي اف فايل هنا اثنين اثنين في الانجولار اوربتال انجولار مومنتوم فيكتور سامحوني خليني اعدلها قبل ان انساها عشان ما نقع في في مشاكل فاذا اثبتنا هذه العلاقات سابقا لما اخذنا اول ما اخذنا عن الماجنت الماجنتيك دايبول مومنت للالكترون فحسبناها للال وحسبناها للاس وهكذا ووضعناها بدلاله الجايرو ماجنتيك ريشيو الان اذا كان هذا هو الامر فان الاتش برايم زي ال perturbation hamiltonian الناشئ عن زيمن افكت سيساوي الاي e على ام عامل مشترك واثنين كمان طلعت عامل مشترك فشو يظلي يظلي عندك ال L هي ال وهنا ضربت باثنين على اثنين فظلت عندي اثنين في الداخل فتطلع زائد اثنين أس كمتجة ضرب B كمتجة هنا اسف هنا في خطأ هذا ال في هي عبارة عن عبارة عن اتجاه خليني اعدلها اذا سمحتم فلاحظنا هذا هو الزيمن افكت هو تفاعل ما بين الانجلر مومنتوم والبي اكسترنال البي اكسترنال نحن في هذا الدرس سندرس ل فقط للويك فيلد الويك فيلد أو الويك ماجنتيك فيلد طبعا شو نعني بالويك ماجنتيك فيلد الويك ماجنتيك فيلد نعني فيها ان ان البي اكسترنال راح تكون اقل اقل بكثير اقل بكثير من البي انترنال اللي هو المجال المغناطيسي الناشئ عن الذره نفسها اقل بكثير من طيب هذا الماجنتيك مومنت الناشئ عن الذره وين عالجناه عالجناه ضمن السبين اوربت سبين اوربت كوركشن اور coupling طيب السبين اوربت وين موجوده موجوده في الفاين ستركتشر فاذا البي اكسترنال الماجنتيك فيلد الخارجي راح يكون ضعيف جدا ضعيف جدا مقارنة مع الماجنتيك فيلد الذي تنتجه الذرة والذي استطعنا ان ان نحسب تأثيره على الطاقة من خلال الفاين ستراكشر من خلال الفاين ستراكشر هاي مهمة هاي مهمة لأنه راح نستخدمها حاليا فإذا The nature of the الزيمن uh, splitting depends critically on the strength of external field uh, in comparison with the internal field الآن يعتمد ال splitting فصل uh, 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 أو فصل الليفلز او فصل مستويات الطاقه الى مستويات طاقه جديده بمعنى اخر يصير في عندنا في عنا splitting او فصل لهذه المستويات يعتمد على مقدار قوه المجال المغناطيسي الخارجي فسندرس زي ما ذكرنا اللي هو عباره عن الويك فيلد فلذلك هنا كتبناها ويك فيلد ويك فيلد في هذه المحاضره الان يا جماعه هاي طبعا الجمله معاده هذه الجملة معادة خليني اشطبها من هنا. <applause> الان بما انه البي اكستيرنال اقل بكثير بكثير من الانترنال ماجنتك فيد الناشئ عن الذرة نفسها وعن الالكترون والبروتون كليهما والذي عولج عن طريق الفاين فان فان الفاين ستركتشر اللي هو تعديل الفاين ستركتشر اور الهاملتونيا للفاين ستركتشر از دومينيتد في حاله التصحيح في حاله التصحيح في حاله التصحيح طبعا انسى المجال ال ال الكهربائي المجال الكهربائي الناشئ بين الالكترون والبروتون واللي من خلاله حسبنا انه الطاقه تساوي ناقص 13.6 بالعشرة الكترون فولت على إنتر تربيع انساها الان نتحدث عن مقارنه بوتنشال اور انتر اكشن مع انتر اكشن اخر اللي هو مقارنه الانتر اكشن الناشئ عن الزيمن افكت مع الانتر اكشن الناشئ عن فاين ستراكشر فالان الـ الـ الانتر اكشن الناشئ عن الزيمن افكت اضعف بكثير اضعف بكثير في هذه الحاله من ال 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 الهاملتونيان ان او الانتر اكشن الناشئ عن الفاين ستراكشر فالفاين ستكون هي عباره عن البيس عباره عن القاعده اللي بدنا نقيس عليها اللي بدنا نقيس عليها فلذلك فلذلك يا جماعه الان الفاين Structure از دومينيتد هي السائده هي السائدة الآن بما أن الفاين هي السائدة اللي بدنا نعتبرها كأنها أصبحت الأمبير تيرب أمبير تيرب أمبير آه هاملتونيان هذه الأمبير تيرب هاملتونيان الويف فانكشن إلها والإنرجي معروفات حسبناهم مرة المرة السابقة طبعا الويف فانكشن ما حسبناها لكن حسبنا الإنرجي فالويف فانكشن تابعة للإنرجي فوجدنا بأنه الإنرجي تعتمد على الإن وعلى الجي وعلى الام جي على الان وعلى الجي وعلى الام جي لانه الـ لانه الام جي ضروريه في هذه الحاله تعطينا البروجكشن على الزد اكسس على الزد اكسس الان لاحظوا يا جماعه وعلى الال لكن الل اعتمادها عليها اعتماد خلينا نقول ضمني ليش لانه الجي تعتمد على الال تعتمد على ال كلما تغيرت الال تغيرت الجي والاس الاس سبن هو ثابت مقدار ثابت يساوي نصف في هذا الحال، فلا تعتمد على الاس يعني هذاك الاعتماد الكبير، فلذلك فلذلك الدالة الموجية ستكتب بهذه بهذه العلاقة اللي هي عبارة عن الكت الكت هنا برا كاتبين هذا خطا هذه هي عبارة هاي عبارة عن الكت هاي عدلناها هنا عدلناها في في هذه سامحوني خليني أعدلها بحيث إنه تظهر بشكل واضح تظهر بشكل واضح بلاش تخربطنا هي عبارة عن الويف فانكشن سامحوني لهذا التعديل الجهاز سامحوني شغال عليه أكثر من شغلة فلذلك مرات يكون بطيء بالمعالجة لما يكون أكثر من برنامج فاتح بنفس الوقت أخذت وقت لا بأس به فلذلك هذه هي الويف فانكشن كتبتها على شكل الكيت كتبت على شكل الكتب اللي هي تعتمد على ال n وال, -L وال, -J وال -M -J. هذه ال والجي والام جي هذه الارقام الكميه في هذه الحاله تسمى جود كوانتم نمبرز جود كوانتم نمبرز اللي هي ارقام كميه جيده ليش؟ لانه موجوده ضمن ضمن الويف فانكشن موجوده ضمن الويف فانكشن اللي رايحين رايحين نستخدمها في حساب الكوركشن هنا النمبرز، uh, in this case، الآن الهدف من حساب الهملتونين ان نحسب ال energy first order correction، ما نهتم بالsecond order correction لأنه راح تكون ضعيفة أصلاً جداً جداً، ضعيفة جداً، فال first order correction due to Zeeman effect ستكون هي عبارة عن E, Z, اي زد 1 ولا تساوي الاكسبكتيشن فاليو للاتش زد 1 والتي تساوي اي e على 2 ام في البي اكسترنال كمتجه ضربا نقطيا، طبعا هاي كلها قيم تخرج خارج الاكسبكتيشن فاليو لانه هذه قيم ثابته، شو ظل الاكسبكتيشن فاليو؟ ظل الاكسبكتيشن فاليو فقط للال زائد 2 اس كمتجه كمتجه طبعا الاكسبكتيشن فاليو شو الـ شو الويف فانكشن اللي رايحين نستخدمها حاليا الويف فانكشن اللي رايحين نستخدمها حاليا اللي هي الويف فانكشن اللي وجدناها من خلال الفاين طبعا أه أه وجدناها من خلال الفاين ستركتشر واللي كانت داله عليها اللي هي الانرجي ليفلز والتي تعتمد على الارقام الكميه اللي ذكرناها سابقا الان لاحظوا يا جماعه اذا هي تعتمد على ال n ال j m j وام جي لكن لاحظوا انه الاكسبكتيشن فاليو هي للال زائد 2 اس الاس صعب اني اتنبا عنها لانه غير داخل ضمن هذه الجود كوانتم نمبرز فلذلك احاول اني اتخلص من الاس احاول اني اتخلص منها لاحظوا يا جماعه انه الال زائد اس الال زائد اس شو تساوي تساوي جي يعني واحده من الال واحده من الاس تساوي جي فاذا كتبناها بهذه الطريقة راح تساوي جي، لكن راح يظل عندي اس، يعني راح يظل عندي واحدة من الاسات بالاخير. Unfortunately we do not immediately know the expectation value of اس، لانه غير موجودة ضمن الارقام الجيدة، الجود كوانتم نمبرز الموجودة في الاعلى. لاحظوا يا جماعة، لكن ممكن اني نعمل تريك معين ونستطيع حساب نستطيع حساب اللي هي عبارة عن الـ expectation value السابقة لاحظوا يا جماعة أنه ال L والـ S processes uh, rapidly about J تدور حول الـ J بسرعة عادة خلينا أخذ هذا الرسمة أنتقل لهذا الرسمة هذا الرسمة من الكتاب هذا هو الـ total angular momentum وهذا هو عباره عن الصميشن للال زائد اس وهي عباره عن جمع متجهي كمي يعني له خاصيتين متجهي وكمي متجهي وكمي يجب ان يكون مكمم وباتجاه معين فهاي الال وهاي هي عباره عن عباره عن الاس هذا هو حاصل الجمع حاصل الجمع بينهما لاحظوا يا جماعه الال والاس الال والاس هاي ليست ثابتة مع الزمن هي تتغير يعني هذا الال يدور بهذا الشكل وهذا الاس تدور بهذا الشكل وتدور حقيقة بسرعة لكن محصلة محصلة الزخم الزاوي الكلي ثابتة ثابتة لا تتغير لا تتغير ديروا بالكم لا تتغير لنفس الالكترون لا تتغير لا اتجاها ولا مقدارا لا تتغير في الجهة ثابتة ثابتة مقدارها ثابت ملاحظين يا جماعة اتجاهها ثابت لكن الال ممكن انه تغير اتجاهها تبعا لتغيير اتجاه ال الاس راح تغير اتجاه فلنفترض انه تعمل دوران يعني هاي تعمل دوران تتحرك كلها تدور حول الجي تدور حول الجي لكن مقدار الجي او مقدار مجموع ال زائد اس ثابت ثابت ملاحظين يا جماعه؟ طيب بما انها تتغير تتغير خاصه الاس انا اتحدث عن الاس خلينا نركز على الاس الال تتغير لكن احنا حديثنا عن الاس بدنا نخلص من الاس كيف بدنا نخلص من هذه الاس؟ لانها لا تمثل جود كوانتم نمبر في في هذه الحاله فلذلك الاس تتغير تتغير لكن يا جماعه لاحظوا ان اسقاطها على على الـ على الجي تقريبا يبقى ثابت اسقاطها على الجي لو اسقطتها على الجي تتبع الفاره السهم راح يكون اسقاطها هنا فاسقاطها او مركبتها مركبتها مع الجي شو مالها ثابته مركبتها مع الجي ثابته طيب مركبتها بشكل متعامد على الجي متغير مرة يكون اتجاه المركب يكون بهذا الاتجاه مرة يكون بهذا الاتجاه مرة يكون بهذا الاتجاه فإذا الأفريج 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 فور أس على دايركشن متعامد مع الجي أوفر تايم راح تكون صفر راح تكون صفر لأنه مرة تكون هيك بعد لحظة بعد لحظة راح تكون بهذا الاتجاه فلو أخذت هذا المتجه وهذا المتجه محصلتهم صفر فهي لأنها تدور تدور لكن محصلتها أو إسقاطها على الجي سيكون ثابتا سيكون ثابتا وباقي والباقي صفر فلذلك خلينا فقط أخذ الأس بدلالة إسقاطها على الجي إسقاطها على الجي لأنه القيمة المتوقعة لها القيمة المتوقعة لها بإسقاطات متعامدة على الجي معدلها صفر معدلها صفر طيب خلينا أعود للنقطة السابقة فبما أنها تدور حول الجي والجي هي رقم ثابت لا يتغير لا مقدارا ولا اتجاها فإذا إن particular إن the time average value of S is just its projection along the j j هي فقط إسقاطها على الجي الآن خلينا نأخذ ما يسمى ال لها إلها لها إلها إلها طبعا هاي علاقة رياضية ال لها إلها هي عبارة عن اسقاطها على الجي اسقاطها على الجي كيف بدي احسبه؟ احسب عباره عن اس دوت جي اس دوت جي اسقاطها على الجي اس دوت جي هاي مركبتها على الجي مركبتها على الجي طبعا باتجاه ايش؟ باتجاه الجي باتجاه الجي فلذلك حطيت لها متجه لانه هاي متجه باتجاه الجي طيب انا طلعت عندي هنا جي جي بدي اخلص منها من تاثيرها فاضعها على جي تربيه اضعها على جي تربيه الان لاحظوا يا جماعه صارت عندي العلاقه بدل الاس بدي اكتبها اس افريج ضمن هذه العلاقه بدي اكتبها هنا اس افريج لانه الاكسبكتيشن فاليو للاس راح تكون هي عباره عن الاكسبكتيشن فاليو للاس افريج باتجاه الجي فقط فكتبتها بهذه الطريقه كتبناها بهذه الطريقة. الآن صار عندي اس دوت جي. هاي الاس دوت جي يعني التعامل معها اسهل قليلا من التعامل مع اس لحالها، ليش؟ لأنه التوتال أنجلر مومنتوم الذي يساوي ال زائد اس، ال زائد اس، ممكن احصل منه الاس دوت جي. فخلينا ناخذ الاس، خذها انقلها إلى الطرف الثاني، شو راح تصبح؟ سالب. فراح تصبح جي ناقص اس تساوي ال، أو ال تساوي جي ماينص اس. الآن لو اخذنا ضربا نقطيا للال دوت ال اللي راح تساوي ال تربيع، شو راح تساوي جي ناقص اس في جي ناقص اس؟ راح تطلع جي تربيع زائد اس تربيع وهذه القيمة المتوقعة لها معروفة، قيمة المتوقعة معروفة، لأنه الأس تساوي نصف، لكن ما أقدر أحزر على الـ أم أس، ما أقدر أحزر عليها، ناقص 2 أس دوت جي، هذه اللي أنا بدي إياها، هذا اللي أنا بدي إياه. انقلوا انقلوها الى الطرف الاخر شو تصبح موجب وانقلوا ال, ال الى الطرف الاخر تصبح سالب مزبوط ولا لا واقسموا على اثنين راح تطلع عنا الاس دوت جي كقيمه متوقعه تساوي اللي هي طبعا على اثنين جي في جي زائد واحد في اتش بار تربيع لانه هاي جي تربيع قيمتها المتوقعه ج في جي زائد واحد والاس تربيع هي اس في اس زائد واحد اللي هي نصف في نصف زائد واحد اللي هي تطلع ثلاثه على اربعه ترى ثلاثة على 4 وناقص ال L تربيع L في إل زائد 1 فهاي راح تطلع 3 على أربعة لأنه هاي ثابتة قلنا هاي هاي ثابتة الآن لاحظوا يا جماعة حسبنا الأسدد جي منها نستطيع حساب الأس أفرج فالقيمة المتوقعة للأس أفرج اللي هي تعبر عن الأس راح تكون الأسدد J اللي هي هذا المقدار طبعا الاتش بار تربيع موجودة في كل طرف هنا طلعناها برا كعامل مشترك، الآن راح تكون عبارة عن هذا هذا المقدار مقسومة على جي تربيع، شو مقدار الجي تربيع؟ جي في جي زائد واحد في اتش بار تربيع، اتش بار تربيع من تحت واتش بار تربيع من فوق راحوا مع بعض، لأنه هذه في اتش بار تربيع، وهذه فيها اتش بار تربيع، فراحوا مع بعض، الآن يا جماعة نستطيع أن نكتب العلاقة للانرجي كوركشن بالشكل التالي اللي هي اي e على 2 ام في بي اكسترنال كمتجه دوت كذا دوت اللي هي نفس العلاقه هاي دوت القيمه المتوقعه هاي، القيمه المتوقعه هاي استطعنا ان نحسب الاس من خلال الاس افريج. الان لنفترض بانه الماجنتيك فيلد باي اتجاه؟ باتجاه باتجاه يا جماعه الزد اكسس. أنا أقدر أفترضه في أي اتجاه، خلينا آخذ الاتجاه الموجود في الماجنتك فيه هو باتجاه الزد اكس فلذلك الضرب النقطي ما بين نهاية الأس فيها فيها المتجه جي وهنا في عندي ضرب نقطي، هاي راح تكون فيها راح يكون فيها جي زائد ال كذا كذا الافريج اللي هي اس جي على جي تربيع في جي متجه جي وجي هذول بدي اخذهم عامل مشترك للخارج فيظل واحد زائد اللي هي الاس جي على جي تربيع وفي الخارج جي كمتجه فلذلك اذا اخذنا البي اكستيرنال باتجاه الزد اكسس الضرب النقطي ما بين ما بين البي والجي كمتجه راح فقط فقط تعطينا بي اكسترن في جي زي زي اللي هي باتجاه الزد اكسس لانه هذا ضرب نقطي لن يعيش سوى المركبات اللي تكون بنفس الاتجاه بنفس الاتجاه فلذلك راح تكون الاكسبكتيشن فاليو للواحد زائد طبعا هذه الواحد كانت عباره عن اللي هي الجي كمتجه وهنا في عندي جي كمتجه طلعت هنا لكن الضرب النقطة حولها بدل بدل ما هي جي كمتجه اصبحت جي فقط بالاتجاه الزد اكسس والجي بالاتجاه الاكس راح تموت لانه هذا بي بالاتجاه اكس زد والبي بالاتجاه واي راح تموت لانه ضرب نقطي بينها وبين البي بالاتجاه كي هات فالان طلعت هذه المعادلة الان هذا الاكسبكتيشن فاليو لهذا المقدار يساوي واحد زائد لاحظنا انه الاكسبكتيشن فاليو لهذه القيمه كان فيها آه عبارة عن عبارة عن إجبار آه تربيع وهاي فيها إجبار تربيع الإجبار تربيع راحت مع بعضها بعضا آه فتساوي جي في جي زائد واحد ناقص ال في ال زائد واحد زائد ثلاثة على أربعة على جي في جي زائد واحد جي في جي زائد واحد والإكسبكتيشن فاليو الإكسبكتيشن فاليو للجي زي زي للجي زي شو تساوي؟ تساوي اللي هي هاي عبارة عن الإسقاط على الزد أكسس تساوي الـ MJ وهي جود كوانتم نمبر حقيقة في إيش؟ في الـ بار الـ بار أخذتها للخارج الـ بار أخذتها للخارج هنا فالآن أصبحت هذه هي المعادلة أصبحت هذه المعادلة أه أصبحت هذه المعادلة قبل ذلك سامحوني بدي أتأكد من نقطة معينة قبل أن أنتقل للي بعدها فإذا هنا في عندي رقم اثنين ضايع اللهم صل على محمد راح أعدله بعدين إن شاء الله راح بعدين في عندي رقم اثنين هنا لأنه هاي فيها على اثنين الأس جي فيها على اثنين فهنا رقم اثنين ضايع وهنا نفس الرقم هنا نفس الرقم فاذا اصبحت هذه الانرجي First اوردر Correction الان هذه الانرجي First اوردر Correction ممكن ان اكتبها بدلاله بعض ثوابت اخرى اللي هي عباره عن الميو بيتا الميو بيتا آه الميو بيتا هنا نعم هنا ممكن أن اكتب هذه المعادله بدلاله البور ماجنتون البور ماجنتون اللي هو عباره عن ميو صب بيتا ميو صب بيتا أه والتي تساوي اي اتش بار على 2 ام هذه لها قيمه معروفه هاي الثابت الاول اي اتش بار على 2 ام، هذا يسمى البور ماغنتون، والبور ماغنتون يرمز له بالرمز ميو بيتا والذي والذي يساوي بيتا من كلمه من حرف بي بور وتساوي اي اتش بار على 2 ام، وقيمتها عباره عن 5.788 الكترون فولت لكل تسلا، كتبناها بدلاله الالكترون فولت لانه في الميكانيكا الكميه نحن نتعامل مع الالكترون فولت طاقات منخفضه جدا. الان ما داخل القوس ما داخل القوس يسمى لانداو جي فاكتور يسمى لانداو جي فاكتور فهذا هو لانداو جي فاكتور هذا اللانداو جي فاكتور متى نراه؟ نراه عندما نتعامل مع المواد المغناطيسية والمغناطيسية بشكل عام عندما ندرس المغناطيسية على المستوى الذري شو يحصل للالكترونات؟ مثلا ذرة الحديد تحتوي على ثلاث الكترونات حرة هذه الثلاث الكترونات الحرة عندما تتعرض الى مجال مغناطيسي ضعيف فيهمنا ان نحسب اللانداو جي فاكتور في تلك الحاله فهذا هو اللانداو جي جي فاكتور مين اللي طلعوا طلعوا لنا الميكانيكا الكميه عن طريق البيرتيربيشن ثيوري الان هذا الزيمن افكت ويل سبليت ذا فاين ستراكتشر كوركشن انرجي ليفلز تو 2 جي زائد واحد ليش لانه هذا مضروب الاي زد ما كملنا هنا اللي هي عباره عن بور ماجنتون في بي اكسترنال هيها في هذا القوس اللي سميناه لانداو فاكتور جي فاكتور في ام جي اللي هو الاسقاط على اسقاط الجي على الزد اكسس اسقاط الجي على الزد اكسس طبعا اسقاط الجي على الزد اكسس شو تاخذ قيم؟ تاخذ قيم من ناقص جي الى بلس جي فاذا عدد القيم عدد القيم ل فور سيرتن جي واحد. J تساوي 2 جي زائد 1، لنفترض انه جي تساوي 2 ما هي عدد القيم للأم جي المختلفه؟ راح تكون ناقص 2 ناقص 1 صفر 1 2 خمس قيم اللي هي عباره عن 2 في جي زائد 1، 2 في 2 زائد 1 وتساوي خمس قيم، فهي تعمل على على فصل ال 1 انرجي ليفل الناشئ عن الفاين ستركتشر الى خمس 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 آآ آآ خمس مستويات طاقة جديدة هذا ال one one splitted energy level الناشئ عن الفاين fine structure لأنه الفاين fine structure أيضا يعمل على فصل فصل المستويات إلى مثلا جي نصف وجي ثلاث أنصاف وهكذا فالجي نصف ينفصل إلى مثلا آآ إلى آآ اثنين جي زائد واحد اللي هي عبارة عن اثنين في نصف زائد واحد وتساوي 2 ينفصل الى 2 والثلاثه على 2 للليفل اللي يساوي 3 على 2 هذا الليفل رايح ينفصل الى 2 في 3 على 2 زائد واحد ويساوي 4 فرايح هذا الليفل الذي فصله الفاين استركشر ايضا سيفصل الى اربعه اربعه مستويات اضافيه وهي عباره عن للجي ناقص 3 على 2 آه عفواً أم جي ناقص ثلاثة على اثنين أم جي ناقص نصف أم نصف وام جي ثلاث أنصاف وهكذا الآن طاقة الإلكترون في ذرة الهيدروجين إذا بدنا نأخذ ذرة الهيدروجين أصبحت تعتمد على الإن والإل وال لأنه هنا أصبحت الإل ظاهرة الال ظاهره فلذلك اضطرينا ان نكتب الال هنا في الطاقه طبعا هاي في حاله واحده انه تعرضت تعرضت هذه الذره الى مجال مغناطيسي اذا لم تتعرض الى مجال مغناطيسي هذا ما منه فايده مش رايحين نحسب مش رايحين نحسب. لكن اذا تعرضت الى مجال مغناطيسي ضعيف راح اضيف هذا الكوركشن الى الطاقة الكلية اللي هي ناقص 13.6 بالعشرة على ان تربيع والكوريكشن الأول للفان ستركتشر وهذا الترم الذي يضاف إليها فتصبح الطاقة بالشكل التالي اللي هي عبارة عن هذا المقدار هذا المقدار اللي حسبناه في المعادلة في المحاضرة السابقة زائد اللي هو الزيمن افكت انرجي كوريكشن هذا بالنسبة لمحاضرتنا لهذا اليوم يعطيكم العافية וואדום טומביחי